نحاول هيك. واو جد. مظاهر خلينا نبلش نحط ستاندرد. فاليوم هيدي الكنافه اول وحده. اول شيء عم نحس بطعمه المظاهر كثير قويه كثير اوفر باورينج بس منيحه ما بتزعج. جبنته طيبه. الفرك بيقرش شوي مثل البسكوي بس ما بيكسر يعني اتس ساندي اند انجويبل فيري جود كواليتي تشيز. الخبز انا عندي كثير طري عندك كمان وما فيها كثير خبز بس في لايك تشيز فيري خفيف مش ثقيله اند سو فاتي. سبيبات نحن بنقول ختامها مسك رح نبلش بدايتها مسك بلش مزبوط. هيثم كينج الكنافه. نحن بطريقه جديده صار 40 سنه بسوي كنافه. شو بيميز كنافه وكنافه؟ الناس هالسؤال بيسالوه دائما بتتميز الكنافه بالمنطق هي بالبضاعه وبالمعلميه وبالكرم. هيدا اهم شيء. هي اهم شيء. وعم شوفك عم تحط اسم الله عليك يعني. هيدا الشغل. نحن اذا عملنا لها هيك 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 شغل حلو. لا واضح الكرم بالغراض واضح وبالنوعيه. هذه هي كوكتيل قشطه جبنه مع بعض. صح. فيني اقول لك بتكون اول مره بحياتي بدوقها بعد 12 سنه بشتغل بالاكل. وحتكون لما تاكلها صدقني. هلا رح نقول لبعضنا وحتقول انت قدام الكاميرا مين قشطه وجبنه؟ انه هاي ما حتقدر تدق حدا حيقدر يعطيك اياها بنفس النوعيه. هيدي الواو. واو نحن عند الكينج اول مره. اول شيء اول مره بيجي لعنده كثير مستحي من حالي بعد كل السنين. واول مره جبنه مع قشطه مع بعضهم. جبنه وقشطه مع بعضهم. طلعوا 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 العظمه. طلعوا شو عم بيصير هون. قشطه جبنه. اوف اوف. العجينه رقيقه سكراتها كثير خفيف ولذيذين وخفيف وحلوين على التم. القشطه بتعطيها هيدي هيك السقعه الحلوه او احساس الحليب. الجبنه بتسطل. حبيته قبل ما نوصل. مرحبا. حسيتك قبل ما نوصل. كيفك؟ منيح. فاروق ضحكتك حلوه. واقف هون كيوسك قديش صار لك هون؟ شهرين. شهرين؟ ايه وقلع مقلع جديد. ايه صح. بتفتح كل يوم؟ كل يوم. من اي ساعة لاي ساعة؟ 7:30 ل12:30 بالليل. 7:30 ل12؟ صح. 7:30 الصبح 12:30 بالليل؟ صح. بتعطيهم كنافة للعالم؟ صح. يا جماعة سهرانين واعيين نايمين مغديين معشيين محليين على السوديكو. أكيد على السوديكو. على السوديكو حد الجامعة. فاروق هلا يمكن بعد ما دقنا هلا بتدوق. هلا بندوق. حتعلق. شو بدي اقول لك؟ انا جاهز اعلق. ليتس جو. خبرني شو عن الكنافه. الكنافه شو بتعتبرها؟ خشنه ناعمه نابلسيه لبنانيه شو بتعتبرها؟ نحن اوريدي عندنا الخشنه وعندنا الناعمه. اوكي. وفي عندنا ميلانجات عم نسويهم مع الفستو في سبيسيال كنف. حتى في عندنا صوص خاص فينا نحن عم نسويه بديل للسكر. ما في شيء فروزن جاي هلا بينخبط. يعني انا بوصل عندك بقول لك بدك كنافه بتعمل لي اياها؟ هلا ما بدك. يلا شو الاختراع هذا؟ عم جهز لكم ناعمه وخشنه ومع فستق ودوق كل شيء من جميعه. شو جابك على الكنافه؟ انا كمبيوتر ساينس ديفلوبر. ايه وبعدنا هلا ديفلوبر بس بحب اعمل انفستمنت بالاكل. شو سو بتهندس الكنافه؟ سو هندسنا الكنافه. حبيت كثير. سبيسيال كنف اتس ا كومبينيشن بتوين نابلسيه كنافه اند بيستاشيو اند ويز تشيز. Thank you.
لونه حلو، الفرق خفيف وما بيقرش مثل البسكوية مطبوخ صح. وكل هول حسيت فيها احساس البيت ومنا كتير كوميرشل. الجبنة مظبوطة، الفرق مظبوط، منا ابدا ابدا بعيد كيلومتر من الكوميرشل كنافة. اكيد فيلز هومي بس مشغولة بالستاندردز تبع الكنافة. ابسولوتلي تزيدوا قطر اكتر، شوية ملوحة خفيفة. حلو كتير الفرق اللي دايما بحب اعمل هيك، بحب اعمل هيك وفرجينا العالم كيف النعمة موجودة. كوستوف بدي اقول لك انه انت درس للباشن، للشغف، للطموح. حبيب قلبي انت درس لكل شاب بيقول ما في شغل بلبنان، نقول له في شغل بلبنان بده يشتغل. انت بطل حبيب قلبي، فرنساوي انجليزي، تفاصيل، ضحكه، باشن، شغف، كرم. كميه الفستق اللي جوا رائعه، كرم كتير حلو. That's my favorite. واو احلى ما يجيك. Baked, cooked, crunchy, char grilled, salty, smooth, sandy, crispy. وصلنا وصلنا على بعلبك. اول وقفه على المدخل بوج ارم الدوريس. توصلوا وين؟ نحن من 1969 تقريبا بلشنا، بلشوا جدودي اول شيء، بعدين اهلي، بعدين نحن كملنا المشوار. نحن اشتغلنا من النمور اول شيء على الحل، هي كانت طعمتها بدها شوي فحطينا للقشطه واشتغلنا فيها كثير للنمور بقشطه. كل محل بلبنان عنده فرق بالكعكه، شو الكعكه بتجي اسمك اراق اخف. اللي انا عم بكلها قشطه بلديه، القشطة البلدية اللي مش مدعوكة، بتعرف كيف عم تفرق؟ مع كنافة، جبنة، فرق، قطر خفيف. لا كنافتهم طيبة، كنافتهم طيبة، بس ما تشبع، بتقلكم ليه؟ لأنه هون الشغل النمورة ما حدا بلبنان بيعملها، ما حدا، ما حدا بلبنان بيعملها. النمورة تبع بيروت بتجي كتير طرية، هيدا نمورة آسيا بقلبها قشطة مسقعة، تطلع ساندويتش كريسبي من برا ومن جوا طريه اند فريش. نموره بسكوتي سويت، القشطه من جوا بفرشن، القشطه من جوا بتكسرها بتريحها. جوهري نموره بالقشطه، واليوم اكلنا كنافه وانبسطنا فيها. روبير قصتك حلوه، في قصه، في تاريخ، في سنين شغل، في طلع عنا اصحاب ان كومن مشتركين وتحديت الدنيا كلها سوا. خلينا قبل ما نوصل على الباتيسري خلينا نحكي عن شو متعلم. تحديت الدنيا، تحديت المصاعب، تحديت كل شيء، وقلت انا بالضيعه بامن بضيعتي، انا راجع اقعد بالضيعه. واللي بيشوف البراد وبيشوف كميه الكاتويات اللي اكيد راح تبيعهم والكنافه والجو والزبونات اللي كانت، اسم الله عليك. اي سنه فتحت؟ انا هون من 2006 بلشت بالضبط، اكزاكتلي يعني بعد الانفجار الكبير، وطلعت من فينيسيا جيت لهون لحتى كافي مشوار الله يرحمه. خبرونا انه الكنافة عندك قصة تانية. كذا نوع كنافة، اوكي؟ اللي بيميز الكنافة المظبوطة هي نوعية الجبنة. والجبنة نحن من المعامل هون، من صربين، من الخربين، بنجيب الجبنة المظبوطة الطازة دغري، هذا بيميزنا. وبيور بيور جبنة، يعني ما فيها شيء لا رز ولا بس اصبح صغير. وبنعملها بنوعية كثير مرتبة من انواع الجبنة. حتى جبنة ثلاثة أنواع جبنة، اللي هي جبنة عكاوي تشيكي، المجدولة والموزاريلا. أوف والفرق؟ الفرق كمان بنعملها من الأسمنية مع السمنة الحمية المضبوطة. أوكي؟ اللي بنعمل اليوم شيء سبيسيال عن شوي عن غير العالم. أوكي؟ اللي هو الكنافة، ولكن نحن بنعملها مع العسل. يلا بنحط على البول القشطة وصوص صوص عسل على الوجه وقول بتنزع شوي بس.
يعني واحد يقعد معه كثير ما عم بيقول يوقف، بيحكي عربي، الشغل عربي، عارف حاله شو عم يعمل، عنده ثقه بحاله. بدنا ندوق. سو هو قطر وعسل مخلوط. شكله حلو ونحن عم نقصها بعدها مش عم تفرط. من جوا هيك عم تلعب. وين راحت الكنافة؟ هيدي هون. وعليها وحدة عقياسة. العسل. وشوية عسل. We found a good knife. Wow. We found a good knife. In the middle of the mountains. جد. والعسل عنده روعة. طعمة الكنافة بتعقد. I love how the miska from the booza complements the knife. كيف بتلزق على السنين المسكة. البريميوم انجريدينس المستعملين بيطلع بالك تاكل لقمه واثنين وثلاثه ما في شيء سكر كثير بيحرق الزعيم. What's that addictive taste? في شيء بتخليك ترجع for one more bite. I don't know if it's the atir, it's the knafe, the booza. His passion. This guy has something special. جبنتك روعة. جبنتك روعة. الفرق تبعك روعة. الفرق لأنه محمص نكزة من فوق وطري من جوا. لذيذ. نوع الجبنة بيعقد. والبوزة عقشطة بينمجيلة من بيروت. مين بيقول معمل في تقريبا اربع خلاطات، في مكنه كرواسون، في ستة فران، في ثمان موصفين تحت روبير مارتو، هالشغل كله سوا العظيم، الاكل الطيب، اللقمه الطيبه، النفس، الشغف. برجع بقول ما عنده انستغرام ولا عنده فيسبوك، الماركتينج ما بيعملوه مثل ما احنا بنعرف، ما بيركضوا على يعملوا ماركتينج، بس اللقمه الطيبه بتجيب الناس. وكل الضياع اللي احنا بنعتبر انه ضياع هي مصيف، في ناس عايشه بالضياع، مش كلنا عايزين عايشين بالمدينه، وكل ما اطلع على ضيعه برجع بتذكر وبذكر حالي انه لبنان هو الضياع مش بس المدينه. عن جد الله يوفقه، كثير مبسوط انه جيت لهون بالغلط او مش بالغلط. درس 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 اكثر بكثير من لقمه كنافه. درس. بتعرفك على اصحابي جايين معي من استراليا، تذوقهم وخليهم يحسوا كنافة صيدا. هيدا أول مرة بناكل كنافة مع لوز. تبعتو؟ okay. Is that traditional to this particular area or this region? Not specifically, but probably هالمحل عنده إياه. هيدا ما كتير محلات بشوفه. Almonds and كنافة. معروف بالكنافة النابلسية. رجعنا شفنا اللوز عن جديد اللي هي سيجنتشر من صيدا. خشنة عنده الناعمة. يعني واو. Did you have it with the chocolate? جبدة طيبة. طيبة. They're very generous with the serving. Today we're only eating healthy, so I'm happy we're having this. أهم شيء حافظ على 6 باكس. بعرفكم عن صديق. قديش معرفك؟ 5 سنين؟ 6 سنين؟ صح؟ أكثر. صباحه 2014 بعتقد. واو من هذيك الأيام مزبوط قطع الوقت. شبيبة جايين من أستراليا. هن أبطال الكنافة هونيك بأستراليا. وقلت لهم بدي أجيبكم عند لا يعني لا إلي بعده من الأهم. Your favorite place. إيه. لا مش بقى إيه مش من الأهم، من الأهم. يوقف هون من على بكرة لبعد الظهر. النار عم بتهب عليه. وصدر ورا صدر ورا صدر ورا صدر، رقيقة خفيفة، عجينته كثير رقيقة وخفيفة. وهلا بعتقد حيخلينا نفوت نتفرج شو بتنعمل. هو خفيف ولذيذ كثير، قريب على القلب، ما بيطلع حسه. هون صرنا غير محل يا شباب، هون صرنا غير محل، عم نشوف الكنافة، عم نشوف
الصدى الكبير عم نشوف نوعية الجبنة الرائعة، عم نشوف الفرق. الفرق هو عجينة العسملية ومنحن ومع سمنة ومع بطر، وبعدين الجبنة هي جبنة الناقة، ما في مزح، هيدا هو. وبتقطع على النار ويلا صدر ورا صدر ورا صدر ورا صدر. بتفتح من أي ساعة لأي ساعة؟ نحن بنبلش 4:30 4:30 الصبح، بس بنبلش نبيع 5:30 لا 12:30 وقت وخلص. This is like dicks, like DJ. Yeah. بعتقد اخذناها، اخذنا الاكسبيرينس تو ذا نيكست ليفل. يعني اليوم فتنا على الكنافه، ولا مطبخ ولا بيت. That's the real deal. That's best of the best Lebanese street food كنافه. And how it's made. This is the first time I've seen such a setup like this. الناس لازم تشوف اكيد وتنتبه وتتعلم انه الكنافه ما بتفوت على الفرن، نحن بالبيت بنحطها بالفرن. هي ممنوع تفوت على الفرن، تنضرب وبعدين بترجع بالنار من تحت، ترجع بتنقلب. وهلا رح نشوف سوا كيف واحد بيقدر صدر هالقد كبير يقلبه بلا ما يكسره. And that's the trick. One small secret is removing the water. So you remember we had the knafe and bisodico, that's small, has too many much water, needs to remove the water. That's the one of the secrets. How interesting. So removing the water, spreading it well, drying or baking the farik, letting it's them nice and even. Yes, and now you can turn. Yeah. So cheese sticks on it. So when you turn it, it just absorbs it down. تعرف الجبنة مهمة، الفرك رقيق، منه كتير محمص. شفنا جوا قديش المكونات مهمين. كنت عم لك بالسيارة. He has been my favorite since 2014. Now I know why. And I reconfirm. Thin, soft, amazing quality cheese. Super flavorful. Nice, light crunch. الفرق بعقد. بشوف السمنة بيستعملها عظيمة. عجينته خفيفة رقيقة كتير. It has been confirmed to be probably one of Lebanon's best knafe. Fresh. عن جد. Light. عن جد. خفيف. نظيف. Smells good. Well, I think this is one of the cleanest and prettiest shops we've walked into. أهلا وسهلا فيكم. أنا حنين طباجة، Quality Manager بحلويات السلطان. نحن بحلويات السلطان صار لنا من 1989. بلشنا بمحل صغير بالنبطية، وهلا عنا 4 فروعات، والحمد لله عم نصدر لبرا على دول كثيرة، منات أمريكا، أوروبا، فرنسا، دول الخليج. شعارنا دائما هو consistency وهاي كواليتي برودكت، كرمال الزبون لما يجي لعنا وين ما كان، بحيلا برانش عنا بلبنان أو لما ياخذ من الدول المصدر فيها لبرا، يكون عم ينبسط بالايتم اللي عم ياخذه. بخصوص الكنافة اللي هي الران تاعتنا اليوم، بما انه الكنافة صارت part of the tradition, Lebanese traditional Lebanese breakfast، الدول اللي حوالينا فلسطين الأردن الكنافة بيعتبروها part of the celebration، يعني مثلا بالأعراس بالمناسبات بالهيك، نحن بنعتبرها part of the breakfast. فبيستغربوا أحيانا من فكرة كعكة الكنافة. So نحن اهتمامنا بحلوات السلطان بالكنافة one of the top selling products عنا. ببلش الاهتمام من المعمل under a very high hygienic production. الشافية بيكون عندهم من خبرتهم ما بيكفي انه يعرفوا هاي الجبنة قدي بدها تتحلى to have the perfect golden فرق. امتى السمنة اللي مستعملها raw materials اللي مستعملهم، السمنة الحموية، السمنة البقرة الحلوب، جبنة الناقة، هول التفاصيل كلياتهم كـ raw materials بهمونا كتير لآخر شي نوصل على البرانشز تاعونا. هيك بتبلش من برا قصتها خفيفه. لا لاحظت هو جبنه زي الكنافه فوندو حلوه. فيها طعم طيب. Can I go first? Of course. Out of all the knafes we've tried today, this has been the thinnest. والجبنه زي الكنافه فوندو. The top زي الكريم بروليه. It's got this like crystallization of sugar. ذكرت الكنافة تبعكم هيك. شو بدنا نقول؟
الكرم الاستقبال الاستقبال بالتفاصيل. انا شربوني مي 3 مرات، ذوقوني 3 درينك، اجت الكلينكس لعندي شي 6 مرات، الضحكه وين ما كان، فلينا معنا هدايا مش معقول. جربنا كل شيء عن جد، وغير انه بالاخر لك نفي طيبه كثير. ما في there is no oven like this one. No, don't call it oven. There is no fireplace like this one. It's a conveyor with flames. Exactly. Same quality, same distance, same timing, same heat, same everything for as long as the company remembers. They're one of the few who do it in rectangular shape. But look how perfect the coloring is. It's evenly cooked. So the knife بتبلش من الاول اكيد. It goes the first round, they turn it and then takes the other route. Same quality, it's not the eye, it's not the color, just timing, professionalism, exact thing every single morning. So imagine كم فرع عندكم بلبنان؟ 10 11 11 branches in Lebanon. So they need to send the knife to 11 branches in Lebanon. Other than the halab of Tripoli that probably work more than the 10 combined times 10. What I love the most, the last four or five days, I haven't seen given us to sell the knife on an individual tray al Eid. But to maintain that consistency and that level of quality, they've designed this to perfection. نحكي دائما حلو البركة يعني doing it the way your grandfather taught you and doing it هيك. It's good, but if you want to grow, you need a system. If you want to replicate, you need a system. And this is what they're managed to create. And if you just look at the product, you can see they've really perfected it. When it came, Knefe came to Tripoli, we switched cheese to Ashta. So we're the only ones who provide fresh Ashta Knefe and cheese, fresh Knefe cheese. Wow. So, we will be tasting them all. We will be seeing the difference of the texture and the chewiness and everything. يعني فينا نقول الكنافة عشتا اخترعت بطرابلس وبلشت عندكم؟ طرابلس. نحن معودين على الكنافة بجبن. Yeah. So Palestinians created the كنافة بجبن. We agree. But Lebanese did the كنافة بعشتا. Yes. So you're. Well, that's why we're here. One for me, I love the عشتا to be honest. Yeah. Really? Yeah. لنحكي اول شيء الكنافه بتتقدم بطريقتين، يا بتتقدم بالصحن يا بتتقدم بكعكه. ليش بتتقدم بكعكه؟ لانه اللبناني باي ديفولت بده ياكل شيء لحتى يشبع ويضل رايح فيها كل النهار، سو بياكلها بالكعكه. بنابلس ما بتتاكل بالكعكه، بتتاكل اساسا بالصحن، بياكلها بالصحن وبضله رايح. بتعرف نحن الوحيدين بناكلها ترويقه، صح؟ لانه البلاد العربيه كلها بياكلوها من الاربعه وثلاثه بعد الظهر ورايح، اكثر ديسير 5 اوكلوك تي. يس. نحن اللي برمناها ترويقه وحطيناها بكعكه. هلا الاساسيه بتجي مثل ما قلنا بجبنه، بطرابلس الاساسيه هي بقشطه. بقشطه وي تراي تو كيتر فور ذا يونج جينيريشن، وي نيدد تو ابروتش ذيم، سو وي هاد تو اوبشنز، يا شوكليت يا كراميل مع كروكا، سو واي نوت اوفر بوث. اند ناو وي هاف هدول الثلاثه كلياتهم بيجوا بالكعكه، في منهم بيجي حتى بكروسان. في عنا كمان الجبنة كمان في مين بيطلبها بكراميل أو بيطلبها بشوكولا، بس احنا وي دو بريفير انها تتاكل بقشطة لأنه بنحس انها أطيب. انتم القليل اللي عندكم معمل قشطة؟ صحيح، احنا الوحيدين اللي المبدأ اللي عندنا معمل قشطة لإلنا. سو احنا وي كيتر فور أور أون كونسومشن، هذا أول شيء. القشطة اللي بنعملها هي بيور ميلك، ما بنحط أديتيفز فيها. Shelf life تبع قصير. That's why we cannot export it to the outside Lebanon. So اللي انت هلا عم تاكله كل اللي موجودين برا حرام ما بيقدروا يأكلوا. هذا الشيء اللي بيزعل نحن نقول. And we're working so hard to have the technology to send it out. مش ضروري بياخذوا تيكت بيجوا بيزوروا لبنان بياكلوا قشطة. كمان بس انه ستيل اللي منه قادر كمان انه حرام بيوجعوا لنا قلبنا كمان. نحن بنحبهم يعني كمان.
القشطة هي يعني it's a process of 8 hours to have قشطة. انت بدك تسخن الحليب مثل ما قلت كنا صغار كان بس يترك لنا الحليب شوي بيطلع عليه على الوش هذا الوش هذا رقيق بيصير الاولاد ما بياكلوه هذا بس تكبر بتصير تكتشف ليه الاولاد اكلته لانه هذا هو القشطة بس عم نتخيل على bigger quantities سو انا 9 ساعات بغلي الحليب في الوقت كل ما بيطلع على وشه هذا الوش وشه لحديد ما يطلع برجع برده كمان تاني يوم لحتى تقدر تستعمله لحتى تلتت يرتاح. I notice with everything that you do, it's such you take the time. It's a lengthy process, but you're looking for perfection. Yes, of course. ما يعني مثلاً we use the milk is powdered milk. Why? To control quality تبعيته. لأنه unfortunately بلبنان cow's milk or fresh milk منو controlled بيه. So that's why we need to have a certain standard. Consistency. Yes. So الحليب بخلطه. برايحه ساعتين ساعتين بده يضل مرتاح قبل ما حتى اشتغل فيه ليش لانك عم تطور حليب بود ومفروض فعليا يصير 100% هوموجينيس لحتى ترجع تقدر شارب الجميل سوري من جبال ابن صاحب الباتسري باتسري عمره 54 سنة الوالد وعمي 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 بعد في اثنين بعد في عمي وبي وبيته وتبقى سأقر عند ربنا كعكة بيعملها الوالد يجيبني العكاوة تشيكي الناقة عند طبارة مشهورين بالكنافة بالزنود بحليفة الجبن وبالجاتو يعني القطار هلا هني بدوقوا بيعطوا اذا بيستاهل ولا لا نسيت اهم شغله شغفك يلي بفوت على القلب حبيب القلب مش معقول مش معقول عم بيحكي كان عم بيحكي عن ولاده يعني مش معقول انا عامل باستي فرنسيز 15 سنه بباريس كنت عند الويو اها عامل اف ام تي باك برو سي اب بي باتري بولونجري اف اف شي باجيت بان دو سون بان دو سون بلبنان مش عامل شيء ايه عم ايش ما بتسوي لك العجينه مبينه يعني هلا فهمت يعني الفرنش اذا بدك فرنش كواليتي بقلب الكعكه هاي طيب اللي حلو عبيله حط فيها جبنه وحمصها واكلها 100% انا باخذها على البيت مع جبنه حلوم جبنه تشيكي لك لازم نقعد قعدة اكل انت شكلك عارف بطل وتعرف تعرف انا بقول كيف عم تهضمهم تفضلوا يسلموا هي اول مره نفوت عند حدا بيهتم فينا هيك بيوصلنا اياها اثنين بقلب صحن تبهته مش بنلفها بورقه ات فيلز كلاسير ات فيلز فريش الحكي كيف هو عم بيحكي عن 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 الشغل ات فيلز جود من وقت ما فتحنا الباب مش معقول رجعت على لبنان من بعد 17 سنه كلمه اسم المحل وتركه مثل ما انه ما مغير شيء فيه بعده الديكور عمره 40 سنه البراديات عمره 40 سنه ما حغير فيه شيء بقولوا لي فل مجنس الا مش حروح وقديش عمرك انت انت 44 سنه مش مبين؟ كنت عايش برا كنت عايش برا إذا بنسمي هيدا الوقفة شغف so the stop of passion the stop of passion وبعد ما دقنا we're feeling happy we're feeling we're gonna enjoy it and we didn't even taste it I fell in love with this story مش معقول can I tell you it's the first time in 5 minutes that I found out someone's life story we found out everything so passionate full of life, believing in his country, he's back from France. Very super patriotic. As he said, he has the passport, he can live there. And let's try what he has to offer. Where do we start? حمس اكل العجينة. Can I just say before we get into the knafe? Yeah, but the cake. Look at the cheese. Wow. And I call it the cake of the halo. Wow. And we have a winner. What a way to start the day. Oh my goodness. We're starting with greatness. The cheese is on point. This is perfect. Oh my god. I'm very surprised. When mkhabba. Oh my goodness. And the cake. الكعكة شو هالكعكة هاي؟ كعكة أصلي. خلينا نبلش بيرح اشتري منه كعك تاخذهم على البيت اعمل فيهم تشيز اند هام ساندويتش عشيه 100%
and then الكنافة قديش طرية خفيفة. We oh. have a winner. Kaka number one. Kaka number one. Cheese. This is going to be hard to beat today. خفيف قريب على القلب لذيذ. homemade feel and taste. Heartwarming. محل صغير ريحه كتير حلوه الحلو عربي وين ما كان المن مش عايز ديكور قد ما حلو. I feel the love. There's not even enough space to stand. I love it. It's filled up with sweets. عبيلي مد ايدي على كل شيء. ليك 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 ليك. Oh wow. ليك. كنافة بقشطة. ليك ليك. أنا كان عمري هو عمري 7 سنين مع بي بالمصلحة. إيه. هول بصدور بي نحس لقضي مين. وكفيت وحدي وبعدين خدت طريقة إنه أبيع السيارة بين الناس أتعرف على الناس بتضيع. بلشت أبرم من عمري 16 سنة. كل ضيعة ضيعتها كل ضيعة ربيت عملت أرضية. أنا ملاحظ إنك على أمي وقتوا لي فيسبوك ولبقوا واتساب ما بيهمنا. عمل أرضية أنا زبوناتي بيعرفوا اسمي. بتضيع. كان عندك سيارة سيارة عادة سيارة سيارتي عادي في عليها بكل ضيعة بس سيارتي ما أنا هيني يعني رينو قديم صار معي 30 سنة. إيه فيها سيبي بالسيارة بس أنا بدك كيلو بقلي وبحط كيلو مع النظر بحط بدك كيلو كنافة بحط بدك كيلو مفروض بحط بدك حليب جبنة بحط كل شيء كله عندك كله بالسيارة. وبعدين وقت جيت كورونا ضلت فاتحة وصلت طلبات مجانا بدون دليفري على كل البيوت وبقيت لهلا كمان بلا دليفري. يعني أنت هلا إذا أنت طلبت مني كيلو بقلي وعامين من وسط بلد الفري تشارج شيء يساعد الناس وشغل ايده ونشغل. وبعدك ما عندك انستغرام وما عندك فيسبوك ما عندي شيء ما بيهمنا. عندي ارضية 30 سنة كل يوم ببيع ونشكر الله الله عطينا اكثر ما بستاهل ولادي خلصوا شو... جامعات ايه؟ ما بدي شيء. شو اطيب شيء عندك؟ شو اطيب شيء عندك؟ انا مشهور بكل شيء كل شيء كل شيء الناس مبسوطة بكل شغلة. انت من وين؟ نحن صغرته معملي بصغرته معملك صغرته وما عندك محل واحد يعني هذا هو. انا هذا ما فتحته من 6 سنين ما كنت بدي افتح لانه ماني ملحق كل يوم على سيارتي عندي مبيع 450 كيلو. وبعدك بالسياره؟ بعدني ما بيع بس اليوم معطل. يا كرمالنا. Well, let's try this canafe. Whoa. What a story. عن جد. Oh my goodness. Wow. Oh my goodness. Wow. شو هالقشطه؟ شو هالنوعيه هاي؟ هاي القشطه ما حدا بيعملها قليل كثير. ليز قل لي هالنوعيه شو؟ هي بتتاكل مع الكوكتيل بتيجي منها بياكلوها على النايت. اللي عنده محل كوكتيل المعلفات الطبيعية بيستعمل هالقشطة هاي. هذا القشطة تبعي. شو هاي؟ I mean it's so fresh. لك لمعة. Oh my god. And it's cold. وين مخبى أنت؟ حلويات أبو روني. أنت مش عارف شو ناطرك. أنا روحت بطلع بشركة. أبدوش دعايات قال. بطلع الشرط أنا. شو حلو البركة. He's just good. He's just enjoying what he has. Wow. There's no mucking around here. No, the Ashton is out as well. هاي اللي خبرتكم عنها my favorite. بعدين نوعية ال Oh my god. هاي في ناس بتطلبوها مني. Oh my god. في ناس بتطلبوها مني بدهم اياها بنص الحلبة. واو. بعمل لي اياها بنص الحلبة. اف 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 اف. Power. Oh my goodness. Welcome back. What the hell is this? Wow. مش عم بعرف شو مش عم بعرف شو بقول. لا. No words can describe the feeling. Good. نحن من أرناؤون رحنا على الكورة من الكورة طلعنا طلوع وصلنا على بصرمة. وصلنا على بصرمة تناكل كنافة. أكيد. طلع درس بالحياة. Life, a life lesson, isn't it? Sometimes the most unexpected experiences are the best. Impressive. أكلت قشطة هالقد طيبة بحياتك؟ Honestly, it's probably one of my favorite canapes I've had on this tour so far. I will have to do a recap. I love the fact that as soon as we walked in, we had to turn sideways because the trays were that big. We knew this guy was had an overload of love and sweetness, so for me it was quite special. Can we just talk about the qashta for one moment? Oh my goodness. It's like a cloud of heaven. It's light, it's fluffy. It's not overly sweet. You put it in your mouth and it's just such a compliment to the crunchy coating of the kanafe. I think for me, like, not just on this tour, I think it's the nicest kanafe, the ashta I've ever tried. It's so natural, so real. And so unexpected. Yani, we're driving along the highway. It's not even a highway, it's like a
a small road, and it doesn't look like a sweet shop from outside. We walked in, and the shop is full of halal. Wow. And then we tried the knafeh bashta. Wow. What's your favorite? The knafeh and ashta. Really nice. Yeah. Who ashta? Zalame. He's amazing. So sweet. So passionate. So content with what he's doing. Confident. And very confident. This is a lesson in life. مش معقول. هيدا الرينو خمسة. هلا إذا شو بتطلبيه على اهدين أنا بكون 20 ضيع بهدين من هون. يعني عامل توترز، عامل دليفري وعامل مطبخ وعامل كل شيء وما بدك دعاية أبدا على البركة ودليفري مجاني وما تكون. واو عن جد هاي هيدا البركة، هاي سيارة البركة وانت كلك بركة واليوم غيرت لنا نهارنا كلنا وحياتنا فينا نقول نتعلمنا منك كثير. اهلا وسهلا فيك. الله يوفقك. اهلا وسهلا. الله يقويكم ويرحمكم. Another quick knafeh stop. قديش بنيجي لهون وقديش بنصور هون وقديش بقطع من هون. كيف ما بقطع لعندك؟ طب دقيقة شو بتعمل؟ بتعمل اشياء جديدة. هاي شو؟ فستقية سمسمية بقليوة شكلها بشاهي. وعندك عكس البكون وعندك اقصابية بقليوة وغريبة معمود. هلا ما عم جاملك بس شكلهم حلو، لونهم حلو، لمعتهم حلوة. أكيد بينعملوا وين؟ أنا هون. ما تندوق من كل شيء. يلا يا شباب. اسمعوا اسمعوا. Would you like to try some? Wow. Yum. Delicious. Not too sweet. Delicious. So fresh. You can just taste the nuts. And smooth some of them to good have. So delicious. أي سنة تعلمت المصلحة؟ أنا بسنة 2011 بالأوريكا كومبيتيشن طلعت بالبيال الثالث بلبنان وتعلمت بالسائتي. كنت بسنة 2014 شيف دو كويزين بمرديشا. كان أغلبية أشغالنا أعطينا عملة معروف أكثر. أغلبية أشغالنا كانت تقريبا بالأديرة بين مرديشا وبين بين هلا حاليا بمسار بالبعكافرة. يسلموا. واغلبية الوقت بالباستري. عنصر المفاجأة تبعكم كثير رهيب، يعني هيك بدك تطول بالك معنا شوي. الله يقويك، الله يقويك، الله يقويك. بيجينا ثاني كومبينيشن اللي اشتهر فيها حرب ما بتشبه أي كنافة ثانية بلبنان، واللي هي صار اشتغلوها بس الكومبينيشن تبعتنا مختلفة عن أي حيلا محل ثاني. واللي هي بتجي فستق حلبي سادة مع فرق الكنافة الطبيعي اللي هو بتشوفه هالنسا. شو اسمه؟ داعوقية. بالمنطق المزبوط داعوقية أو مفروكة الفستق. القشطة للقشطة طيبة، البيستاشيو طيبة، كلين تيست ان ذا ماوث. إذا حدا بده قطر عليها بده قطر، إذا حدا بده قطر عليها بتصير بعد أطيب وأطيب لأنه it adds the sweetness that's missing. But it's also nice to taste it before the atif because you get the real clean palate taste of the actual knafeh. They don't offer a cheese knafeh here, just the ashta. بالجبل ببشري بصغرته بالمنطقة بالعكس الجبنة on weekends وأشتا كل الجمعة. Wow. ببيروت أشتا on weekends وجبنة كل الجمعة. Why is that? Why is that? Traditions, habits. Top. Today's going to be a very hard day to decide who's making the best knafeh. As we get higher and higher, the levels, the complexity of how they're making things, the simplicity. It's complex but very simple. من المحل بيستقبلوكم على البيت، فوتونا على بيتهم أول مرة ملتقى فيهم، أول مرة متعرف على بعض عليهم. من هون بيشوفوا كل الوادي والبركة الوادي بتفوت على البيت وبتفوت على قلب الحلويات.
بيت حرب ما عن جد ما بعرف كيف بنقطع كل يوم من هون ومن هيك ورا الكوع وبنضل مكفيين وما بنقطع لعندهم. فينا قلكم صار عندي وقفة أساسية بهي حصرون كل ما أجي لهون. اللقمة، النفس، الطعمة، السويتنس، المحبة، العطاء. أنطونيو جو عم بيرجف شوي أول مرة والبراءة اللي بيوجه بتاخد العقل. بي أم واو والابن عم يشتغلوا كلهم مع بعضهم. تعال تنزل على المعمل نشوف شو عم بيحضروا. يا سلام يا سلام كثير مشهور فيها. نعم شكرا. هيدا شيء نحن بنعمله. شو في بقلبه؟ فيها حش مثل القشطه. مثل القشطه؟ صحيح. وبتسميها فطاير؟ فطاير. شكلها نص دائره تريانجل. ايه صح. وكل السنه؟ كل السنه اكيد على الطلب. مثل القشطه مش تمريه. لا لمعتهم حلوه. لمعتهم حلوه. شو عنا؟ عنا عجينه. شو هي؟ مثل عجينه البقلاوه؟ مثل البقلاوه تقريبا. وجواتها عم بتحط شيء مثل القشطه. مثل القشطه تقريبا. بس بتحط لها مثل القطر او قطر؟ قطر. قطر. واو كرانش ارشيت. It sounded like the KFC crisp. عن جد كنت بفكر حاكل شيء مثل الكلاج بس ما له كلاج. لا مش اكل مثله من قبل. ضل الي في طعم كتير طيب. في طعم في احساس كورن فليكس. There's a flavor of corn flakes of our childhood. The feeling of milk. لوري كلينكس المعروف. Very nice crunch. يام. شو beautiful taste. Where has this been all our life? Never tasted this before in my life. في طعم كتير طيبة قاعدة على لسانة عم تتحرك من ميل لميل لميل لميل. أنا بدي أتحرك. في بركة. إيش بسموه هذه عندي؟ الفطاير. هذه الفطاير تبعكم. واو. حبيت. بتشحي. صحيح. What a crunch. في كل ما تجي لهون تمرق لعنا. أكيد. أنا بدي فطاير. أمين. طلع قوي. شكرا. طلع قوي. وسهلا فيكم. شكرا. نعمة على الضيعة. بيتكم. محلكم لإلهم. ملاريحة. أنا في ساعة